السلام عليكم. هؤلاء الفنانين لن يشاركوا في باب الحارة بعد الآن. تعرف معنا على أبرز شخصيات باب الحارة الذين رحلوا عن عالمنا. سليم كلاس أبو خاطر ولد في عام 1936 وتوفي في عام 2013، أي عن عمر 77 عاما. أدهم الملا أبو محمود ولد في عام 1932 وتوفي في عام 2014، توفي بعمر 82 عاما، وهو والد مخرج مسلسل باب الحارة. عبد الرحمن الرشي الزعيم أبو صالح ولد في عام 1934 وتوفي في عام 2014، توفي بعمر 80 عاما. ياسين أرناؤوط أبو نصوح ولد في عام 1939 وتوفي في عام 2010، أي يبلغ من العمر عند وفاته 71 عاما. مأمون الفرغ أبو سمير الحمصاني ولد في عام 1958 وتوفي في عام 2020، توفي وهو بعمر 62 عاما. حسن دكاك أبو بشير ولد في عام 1956 وتوفي في عام 2011، أي توفي وهو في عمر 55 عاما. عصام عبجي أبو محمود ولد في عام 1941 وتوفي في عام 2014، توفي وهو في عمر 63 عاما. محمد رافع إبراهيم ولد في عام 1982 وتوفي في عام 2012، أي توفي وهو في عمر 30 عاما. توفيق الزعيم أبو حاتم ولد في عام 1960 وتوفي في عام 2014، أي عن عمر 54 عاما. صبحي الرفاعي أبو مرعي ولد عام 1945 وتوفي في عام 2012، أي عن عمر يناهز 67 عاما، وهو والد وائل شرف العقيد معتز. وفي النهاية أرجو الدعاء والرحمة لهؤلاء الفنانين الذين أمتعونا طوال حياتهم. شكرا على المشاهدة.